هقولكش شايفه ده راجل عمايلها منشار يا اختي جت نميله بخضنا ده انا غلبانه وبجري على ايتام انت بتجري على ايتام تسعى فقرص بعض زي السلالم يا تجراسي ما رضيت لهمش بالشيء الفلاني واتبهدلت انا ده غير امي عندها الفسفس بعيد عنك الفسفس ده مرض خطير الدواء والحكمة ما بتخلصي يا حول ولا قوة الا بالله يا ما في الدنيا بلاوي خذ دول كمان تسلم لي يا تجراسي تعالى تعالى ما اقولكش انا غلبان وبجري على ايتام بتجري على ايتام تسعى يا تجراسي فقرص بعض زي السلالم ما رضيت لهمش بالشيء الفلاني واتبهدلت انا طب خدي دول ده غير امي اللي عندها الفسفس فسفس بعيد عنك ده مصاريف الحكمة والدواء ما بتخلصي لا حول الله يا ما في الدنيا بلاوي طب خدي دول كمان تسلم لي يا تجراسي ده انا غلبانه يا حول الله طب خدي دول ده غير امي امي عندها الفسفس بعيد عنك فسفس الفسفس مصاريفه مصاريف الدواء والحكمة ما بتخلص يا حول الله ما في الدنيا بلاوي طب خدي دول تسلم لي يا تجراسي تعال تعال ما اقولكش يوتفل يوتفل دودو بيا شوني ابقى تعال انا عارفه بيحبوا فيها ايه يا اختي انا مش شايفه بيدي الحلق للي بلا ودان انا بلودان يا شكل ابو قردان يا وش قرمدان يا عرة النسوان انت اللي قطعت الارزاق وما عندكيش في شغلك اخلاق اللي في جمالي تفعل فعال واللي مش عاجبها من شعرها حجب انا بقى اللي حجبك من شعرك واخليكي فرجه للي يسوى واللي ما يسواه طب تعالي بقى يا ام 44 لما اوريك انت مين وانا مين طب تعالي بقى يا لا من هنا الله هما راحوا فين في الشفخانة يا ناس شلوها من فوق اللي موتها يا مرة يا موتك يا مرة يا عرشانة واحنا قد الكابتن عباس انا هوديك انت حرة مني فيها هوديك يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس وانت كمان يا بنت يا بنت العامشة يا بنت العامشة يا بنت العامشة يا بنت محدش يشرب في خمسة باب وفي الاخر يبلطك بالحساب انا صحيح اسمي كله ماشي انما مش كله ماشي انا بلطجي لكن سريع لا انت سرقت الاس ايه ده طب اخرس يا مزيكا ولا عباس هتخانق يلا بينا نكت فين محدش يخرج من خمسه باب الا لما يدفع الحساب واتس اب يا مدير يا وان تو جو وان تو جو هوم ايه ميوزك وين دي جو ستارت ذا ميوزك ايه واتس اب رزق انت يا جوني مالكش دعوه بتقول على مين حرامي انا؟ انت عباس حد تاني غير الخضري بيقول ان انا حد الله حرامي؟ لا عفوا كابتن عباس احنا فلوسنا وانتو ما حدش يمد ايده على فلوسه ما دام شهدتولي بان لعب سليم يبقى انا الكسبان الا فلوس انا عباس مش كل الطير يا كابتن يا حصانة يا خضري ترفع عليا سكنتي اشرحك بيها كمان يا عباس اخص عليك يا خيخه واحد تعالى لي يا عسل تقول له
كله ماشي اديله ميه اديله ميه كله ماشي اديله ميه خد ميه عشان تبقوا تتعلموا اصول الله ما خدش في ايدك غلوه اسمك الكابتن وصحيح كابتن على حق عشت الايادي يا امس وتبقى تيجي كل يوم زي العاده وتخسر بالادب بالادب مفهوم حاضر يا كابتن او كده تبقى عسل يا عسل سندور مو بره ماشي يا معلم قوم يا اخويا قوم يا اخيخه قوم كسبت غيرها Hey, very good, very well, fantastic, it was man, good play, yes. طب ما دام انت معجب قوي كده تعال يا تعال. You wish a break? Yes. Me wish a break? Yes. You wish a moon? You bring me a nice girl, a friend. You bring me a very, very, very beautiful girl. Yes. Hey, كله ماشي. مش عارف يسيبوني ولا ايه ما تلاقي المسائل كله. شايف جاهز وجاي وكله ماشي. مستر عباس is a very good man. Yes. Oh, no, 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 yes, no, yes. ماني في الاول يا خواجه. اذا كنت انت انجليزي انا مش هندي. حكيم انتوا لما بتذكروا ما بنعرفش نتفاهم معاه. اشور اي ويل جيف يو يور ماني. اوكي. شايف الفلوس معاه قد ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش قد بريطانيا العظمى. مش حمل جنايه. يقفلوا لي المحل واتشيني انا قبل منك. Here is your money. Thank you. Thank you very much يا بنك مصر. تعال ما اقولكش. ده عينيا. هو في الفجراسي في دوة الشارع كله من باب الحديد للازبكية. طورت الكل يا ستي الكل. يا اخويا تلاقي. هات بالون الكونياك هنا على حساب بس الليل عليك قوي. حضرت البربشة والانس والقصر كله. فجراسي. يا كيد عزام لسه شايفه الخضري اللي سميره طالعه به السما وهي موصلاه مدفوع الطريحه خضري مين وسميره مين؟ ده انت معاك الكابتن يا باشا تسلم لي يا فجراسي الله قدام قدامي على يدك فايف كله ماشي يا نعم ادينا كتف في صحه الفرقه يا ايه إجازة مستورد سد بلاده وعلى حسابي بدا عيون ستين ناي تشكر يا خلالي مش كل اللي يشرب في خمسة باب يدفع الحساب خد يا تجراسي انت هتاكليني في العجايز ايه الشغل اولا حاضر يا عينيا اتفضل يا تجراسي ايه بس دول قالك اعمل ايه ما هو السوق نايم خبر يا بت طلعي لمدكناه هو انا برضه حنكر منك الفلوس يا تجراسي انت هتقبي ولا لا 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 يا عباس مش كده يا كابتن نعم يا كله ماشي الله وانت مالك انت تجراسي ويقول لي يا خدامه مداس وانت شحشرك بينا كده طيب يا تراجي انا غلطان ده درب الحبيب عمره ما يصير ده احلى من اكل الزبيب ومحدش له دعوه بيه خد يا تجراسي اتفضل شفت ازاي على قد ما انا اصيل معاكي انت بتطلعي قليله الاصل الله خفت عليك تضيعهم في القمار قلت اشيلهم وانا من امتى بخسر في القمار يا بنت اوعى كده ما اشوف الخواجه راح فين يا الخمره مش هتدفن همك يا تراجي بالعكس هتصحيه سيبني دلوقتي
اسمعي كلامي، انا قريت كتير زمان في علم النفس. انت عارف كويس انا كنت شايل الفلوس دي ليه؟ ايوه عارف، لكن طلعت خيبه ما خبيتهمش في البيت ليه؟ وهو بيفتش البيت حته حته، خفت يستفرد بيه هناك ويضربني. قلت اجي اخبيهم عندك. وديتهم له ليه؟ ولما جيت احوش عنك منعتني ليه؟ خفت عليك منه، انت مفتري وانت مش قده. وانا نصيبي كده. انت عزيزي عزيزي من مين فارق معاك صحابي؟ كويس كتير عزيزي كويس. يا عريس تبقى بوقك وتنسى من العمسة. حاسم ايه تفتح؟ انت باين عليك مفتح قوي. قول يا ولد العم، تعرفنيش كده ساعة حظ وفرفشه؟ هتكلفك كتير. معاك معايا وانت العم معايا، انا لسه بايع البط وادي محفظت اهي دبلك معلق. تكسب يا عسل. يلا يا رولا ما تقوم مفرفشنا الجو شويه يا ست تراجي. اخويا ابعد عني، انت كمان اتنايل، انا ناقصاك التراخى كده. طب عايزين تراجي، عايزين تراجي، عايزين تراجي، عايزين تراجي. اكل العيش مفيش ابقى منه. انا زمان لما كنت بيزنس مان كنت تملي اقول كده. زمان عايزين يمكن ينحطوكي بقشين اخفيهم لك انا قبل ما يطب عباس. Thank you.
يلا راقص يلا يلا راقص نسينا همنا. سلام أرنب مش ألف مرة يصد جوه ويرد بار. تشرب لي بعد الساعة واحدة من غير ما حاجة علي تبان. شخلعني شخلع على واحدة ده انا اللي مهي مفيش واحدة. تشرب لي بعد الساعة واحدة من غير ما حاجة علي تبان. باب الحديد والعتبة كمان. باب الحديد والعتبة كمان. باب الحديد والعتبة كمان. باب الحديد والعتبة كمان. 35 36 45 ومعانا واحد. الساعة كام دلوقتي وانت لسه فاتح والمزيكا والرقص شغالين؟ بعدك زيته انا قاعد مستنزلك وحالف ما يشطب الا ما انت تيجي. يا بختك شديت لك الحلوة. وسع على الحكومة يا ولا. تعال اوعى. تعال ما اقولكش. اقعد سايبت ركابنا. كله ماشي. يلا يا كله ماشي. جاهز. جاهز ومحضر لك مزاجك. ايوه اتفضل يا سيدي. الكل كونياك نبيت روم زبيب تيراميسين توكسافين وكله ماشي. وكله ماشي. وكله ماشي. هو حد بيتاخر عنك؟ بس كله باوانه. اقلع طربوشك عشان تستريح. اقلع الطربوش ونجرب الكونياك. اتفضل. ايوه كده اهو. حلو. ايه رايك التاني؟ وانتوا كسفين. ده كمان. ده كمان. ايوه. يديك القوة يا تاج راسي. اوام قدرت تربحهم كلهم ونملاله غيرهم. احنا لنا بركة اللي هو والدورية والمسؤوليات الكتير اللي عليا. هو في حد هنا مسؤول عن الامن غيري؟ سلام. مع السلامة يا كبير المقام. تقيلة مزيكا. هي دي بقى ساعة الحظ والفرفشة. واخدنا على فين يا ولد العم؟ الحظ والفرفشة دي الحرسات يا ولد العم. هنفتحها يا ابو خال. مش قلت لك هتكلفك كتير يا عسل؟ اولا بخصوص الحادث بتاع امبارح، انا عايز كل الجهود لضبط الفعل. وعلى العموم الحوادث كترت خالص في الحج. كل المخالفات بقت بتتعمل علني، وده محتاج مرور مستمر منكم. احنا بنمر يا سعادة البيه وبيظهروا لنا كل حاجة سليمة، لكن أول ما بنمشي أنا عارف اللي بيحصل، ودي مسؤولية الكونستابل النوباتشي الثابت هناك. بيفسدوهم يا سعادة البيه، وكل واحد نعينه بيغروا بالفلوس أو البنات. زي الكونستابل بتاع امبارح اللي حبسته. احنا لازم نختار واحد مستقيم وشريف وقوي يقدر على البلطجية بتوع الحي وما يغرهوش أي حاجة مهما تعرض عليه. أيوة يا شيخ. أيوة.
حدش يتحرك من مطرحه. اه ياما ايه غارت المان؟ لا تفتيش بامر الحكومه. ولا انت فاكره ان مفيش حكومه؟ أوه. انا تجراسي يقطعني. طب ده انا ليل ونهار بقولش الله يا حكومه. في الباب اللي في ايدك دي عباس. ده انا عباس ما يهمكش منه. يا جدع قلت لك اقفل الهبابه دي. تولى انا شامم ريحتها. انت اتكلمنا انا يا عسل. نزل رجلك وقوم اقف. حاضر يا عسل. افتشك ولا تطلع اللي معاك؟ وش عرفك؟ كانت اخر سيجاره يا عسل. تصدق اني هصدقك؟ شو قلت لك يا عسل؟ اسمك ايه؟ عباس يا عسل. سوابق. وتايب يا عسل. بقول لك ايه؟ ده انت تؤمر يا عسل. كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. انا رزل مع الرزل وعسل مع العسل. حاضر يا اقف. حاضر ايه؟ حاضر يا بيه. اهو كده تبقى عسل. الغربال الجديد له شده. انا اتفرعنت كده برضو لما كنت في البوليس. والله ان جاني وتردي ليا اقول له طلع لنا لا هي. تقول ايه يا اختي؟ انا مش اختي يا قلبي. ما يخرب بيتك. امال انت ايه؟ اخ؟ كلك نظر يا اخ. انا مش اخ. انا الله. وانت كمان ما تقولش يا واد. طب اسمع اما اقول لك. ولا اسمع اما اقول لك. اسمع اما اقول لك. اسمعوا انتوا الاثنين اما اقول لك. اخويا في منطقتي ممنوع. قوم يا تفز غور من قدامي. يو حاضر حاضر. هو حكم رأس ولا ايه؟ ما تتمخطرش وانت ماشي. امال امشي ازاي؟ امشي عادل. شمال يمين شمال يمين شمال شمال يا شمال. الواد مش عارف يجيب شمال. احسن انه طردوا من هنا. تصدق الاخ ده كان بيخطف الزباين مني. كنت ايه انت كمان؟ انا سميرة صديقتي الطلبة. اصل بعمل لهم تخفيض. من هنا ورايح تغلي التسعيرة بتاعتك عشان يقعدوا في بيوتهم يذاكروا. قوم يا تذاكر. قوم! تعال هنا. راح فين؟ حذاك؟ لا انا عايزك تسقط السنة دي. ده وش تلامذة؟ جاي علينا. ما تخافيش يا تراجي وكله ماشي. وانت يا بتاعت شلاء حكومة؟ انا ده انا غلبانة وكمان عندي رخصة بالقانون. حتى بص حلو يا تجراسي. حلو. تتعدلي يا بت. تتعدلي وانا بكلمك تتعدلي. حاضر. اقفل زي تجراسي كده اهو ولا كده اهو. اتعدل يا بنت لو اديك في داهيه. يعني ما لقيتش غير انا الغلبانه اللي بتجري على ايتام. انت بتجري على ايتام؟ تسعه فوق رؤوس بعض زي السلالم. صحيح الكلام ده جدع انت؟ وانا اللي مولدهم بايديا دول لما كنت دكتور. طيب انا هسيبك المره دي بس على شرط ترقصي بادب. حاضر. من عينيا يا تجراسي. من هنا وراي حرقص بزعبوط. وشغلك كمان تعمليه بادب. نعم. طب ازاي بقى؟ كله ماشي كله ماشي يا تراجي. كله ماشي كله ماشي كله ماشي. في صحة المجدعة.
ايه دول؟ ده كونياك وده ريمي مارتان وده كوربوازي وده زبيب. شيل الحاجات دي من قدامي وهات لي رخص المحل. يعني ما تقبلش التحية؟ شيل الحاجات دي من قدامي وهات لي رخص المحل. ماشي. أرجوك لو سمحت. شفتوا بقى؟ جالكوا كلامي؟ أهو قلع التربوس. الله، على كده كل دي كانت حركات. طبعًا، أمال أنت فاكر إيه؟ يلا بينا. رخص المحل يا سعادة البي وكله ماشي. وريني. رخصة بار صادرة في يوم أسود ومجددة في تاريخ منيل بنيلة وسرقة المفعول لغاية ما أقفلهولك إن شاء الله. رخصة خمر محلية ومستوردة. سكة طبعًا. هتبيع إيه غير السكة؟ تصريح موسيقى ورقص وغناء وخلاف. خلاف ولا؟ أنا مش عايز خلاف. أنا دائي وداء خلاف. فاهم؟ تصريح بدخول عساكر الاحتلال الانجليزي، ربنا ياخدهم واحد واحد. اوراقك بكل اسف سليمه، لكن شغلك حلمنتيش. انا يا سعاده البيت المواعيد تراعيها وعلى ساعتي انا، وتعمل حسابك ان ساعتي مخرفه. اصلح حالك، انا كنت ساعات. انت تخلص خالص. اي خناقه في المحل هاخدك انت، حتى لو ما كانش ليك يد فيها. اي ممنوعات مع الزباين هجرجرك واحبش لك قضيه مغريه. هشك بشك بشك هشك، مش هخليك تعرف قفاك من وشك. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، ما كله خلاص وكله ماشي. أنا هنط لك كل شوية، بس تعمل حسابك. أنا كانوا بيدلعوني وأنا صغير، يقولوا لي يا رزل، فاهم؟ تصحى معايا، كانوا بيقولوا لي يا رزل. إيه ده؟ إيه دول؟ رزق ونزل من السما. السما بتنطر فلوس يا عسل. الله أكبر. بس دول؟ بصرت المحب خروف يا تجازي. وانت مشاركة معاهم في الخروف ده؟ واحنا بقى النظام ده يومات يا عسل. الله، ده انت تبقوا زمان سوعي بقى. اديني كاس من قعر البرميل. ده انت طلعت ابن حظ. ده مش بس كله ماشي، ده كله بيجري. انا هخلولك بقى كله يبرطع. كده يا تجازي، تعال تعال ما اقولكش. اتفضل يا سعادة الباشا. لو سمحت من فضلك. اتفضل. ما حدش يتحرك من مكانه. اقعد اقعد، مش عايز نفس. نحسن بشرف اللي هيتحرك هعزمه للاد على العشاء في الاسم، والفطار هيبقى في النيابه. انا مش بتاع كله ماشي، بس كله ماشي. حاضر يا سعاده الباشا، وكله ماشي. اما انتم يا اطفال الحلوين الصغيرين، احب اعرفكم ان بابا منصور اللي هو انا من الليله دي حاططكم في نافوخه. عارفين ده معناه ايه؟ معناه اللي هيغلط غلطه صغيره قد كده هعملها له جنايه كبيره قد الفيل ابو زلومه. فاهمين؟ فاهم يا عسل؟ فاهم يا بيه. وانت احنا هنا بتاعت الايتام قطعني حتت، تبت على ايديك. تمام يا سعاده البيه. ايه يا منصور، اخبار الهمه زي كل يوم؟ ايراد النهارده ثلاث متهمين وراتل كفته وكباب يا فندم. كفته وكباب؟ اوعى تاكل منه يا سعاده البيه. انا اصلي كلت منه حتتين، بقت القطه تشوفني تجري يا فندم، فاستنتجت انه لحمه كلاب. بقى كده؟ أنا من باب الحديد لغاية هنا يا فندم، لقيت كلبتين لونين قطرني وكانوا بيتمحكوا فيا يا فندم. طيب تروح عينة منه للتحليل، والكبابجي يروح لحد ما النتيجة تظهر. أمرك يا سعادة البيه. والمتهم الثاني موضوعه إيه؟ ده يا فندم واحد من إياهم. إياهم مين؟ إياهم يا فندم اللي بيوافق ما بين إياهم وإياهم، وكمان طبح بندورتين من إياهم، فأنا خدته هنا مع إياهم عشان يبقى كلهم إياهم مع بعض يا فندم. انا مستجيب بسعادة البابور. الكورستان ضربني، الكورستان موتني. ايوه انت ضربتني، وانا مستجيب بسعادة النيابة. يا جدع انت ما تزعقش كده، لا تسرع ويجيبوا لي طاسة الخضة بعدين. انا مستجيب بسعادة المحامي، انا مستجيب بسعادة الاسعاف. بزعق كمان، تصدق انك كروان. يا جلاب المأمور، يا جلاب المأمور. ايه ده يا منصور؟ لا سعادة البيه، ده اصله فصل عنده ضغط يا فندم. طيب خده عند باتشيه يتعالج ويتعمل له محضر.
وهات لي المتهم الثالث. حاضر فعلا. انا بيه انا بيه. يلا يا اخويا يلا يا اخويا. المتهم الثالث بري قاري مظلومه يا بيه. انا غلبانه قوي قوي يا بيه. ورايا كوم لحم فوق رز بعض زي السلالم بجري عليهم يا بيه. ولا وراها ربع راس لحمه ساعات البيه. الشارع كله كوم والبنت دي كوم. يا شيخ اتقي الله حرام عليك. ده انا خايفه عليك اللي يجي على الولايه ما يكسبش. مش ولايه يا بيه دي جنايه. انا مدير الشغلانه غيرها ليل ونهار. خناقات بينها وبين البنات. خناقات علشانها بين السكاره وبعضيهم. ومخلطه واد بلطجي اسمه عباس مسيره حصاده في عامله سودا وهادي دي سيادتك. لا بقى ده انت اللي حاطط نقرك من نقري ومدبقني معرفش ليه. يعني هيكون ليه؟ انا عارفه ليه. اساله ليه يا تجراسي. نعم. لا ده يظهر ان عندك حق يا منصور. يتعمل لها تحري وخدها على الحوض المرصود للكشف عليها مع بقيه البنات النهارده. النهارده ابو سيدك يا بيه. بلاش النهارده يا بيه. بلاش النهارده عشان خاطري يا بيه. بلاش النهارده ابو سيدك يا بيه. ابو سيدك يلا ده لقدام. بلاش النهارده يلا بيت. هو مش عارف ليه. يلا بيت. يعني كان لازم تمسكني النهارده. ايه عندك نظام غالي النهارده؟ يلا بنت بلاش لكاعه. بقول لك ايه ما تعتقني النهارده وانا بكره من الفجريه هاجي لك واروح معاك على الحوض المرصود. مكسر امر الحكومه. يلا يا اختي يلا يا بتاعت راس. يلا يلا بنت انت وهي شاهله. يلا عشان تلحقوا الكشف احسن تبعته. يلا يلا خديك. تعالي يا اختي. راح فين يا عمش؟ من هنا. اشمعنى يعني بتشوف الزبون من اخر الشارع؟ يلا لو انت تصدق ده انا بشمهم. الله يخرب بيت دي عهده. يلا يا بنت مالك قلبها مشير ليه؟ لا طب يلا ودار قدامي. يلا روح يا شيخ منك لله. حذر فذر انا مين؟ عارف صوتك عمو كله ماشي. ازيك يا عزيز؟ وحشتني قوي يا حبيبي. انت اكتر. الله امال فين ماما؟ ماما ماما عند الدكتور. هي عيانه؟ لا 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 بعد الشر براءه ان شاء الله. ايه قصدي يعني هتطلع ما عندهاش حاجه. اصل امك بتاخد بالها من النظافه قوي. انا مش فاهم حاجه. اصل في جماعه بيحبوها قوي ومن كتر حبهم فيها خدوها عند الدكتور عشان يطمنوا عليها. لكن برضه ما نسيتكش. شوف بعتلك معايا ايه. اوبا يا حبيبتي يا ماما. ودول قصص جميله ماما عايزاك تقراها لان القرايه مفيده ولذيذه. وده اللي كنت بنصح بيه تلامذتي ايام ما كنت مدرس. الله هو انت كنت سواء بابور زلط ولا مدرس؟ الاثنين. وكنت كمان بشغل في السيرك. شوف على لهيب بقى. وفي غير اوقات العمل الرسميه كنت بشغل قرد. وكنت بتعمل ايه؟ بتقول انت لطيف قوي يا عم كله ماشي. ده انت اللي حبيبي قوي يا حبيبي. وكنت بشتغل طيار وكنت بشتغل اصلح بوابير جاز. كنت بعمل كل حاجه. حاجه واحده بس اللي ما عملتهاش. ايه؟ عمري ما كنت قبض. وباشا وقمر. وكمان طمنوني هناك ابن علاج رجليه في تحسن مستمر. يا حبيبي ابني ربنا يبشرك بالخير. طبعا زعل عشان ما رحتلوش. ما تخافيش عليا. قلت له انك مسافره وهتجيله بعد اسبوع وخدت له معايا فنضام وبستيليا وحمص ولعب وكمان دفعت له مصاريف. ياه والفلوس كفت كل ده؟ يا ستي ما تدقيش. كله ماشي كله ماشي. انا هدفع لك كل اللي انت دفعته من ورا عباس. اخصى عليك يا طلبي. ازاي تقولي الكلام ده؟ ده انت زي بنتي. ربنا ما يحرمنيش منك.
ولا يحكم عليك اللي انا فيه. انا كنت عايز اسالك، انت مخبيه على عباس حكايه ابنك ده ليه؟ يا لهوي، ده كان خرجوا من المصحه وشغلوا مسح جزم ولا حرامي. بقيت باللي انا فيه ده ليه؟ بقيت بالمرمطه وبقيت بالبهدله ليه؟ مش عشان خاطر ضنايا. يبقى شوف اخويا قدامي. بقول لك ايه، تعالى هنا اهو، بلاش قدامي، خليك جنبي احسن. شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. هب رجلك شويه. البلد باظت يا عالم، البلد باظت ما دام باع فيكم اسطبلات زي ده. الظاهر ما بيختاروهمش قبل ما بيعينوهم. يا ساتر، ايه ده يا ساتر؟ مش معقول، ده مش بني ادم ابدا. ده النهارده بهدلنا اخر بهدله، وانا بالذات النهارده اذاني بشكل ده. حتى قفل خمار الكوس اللي كنت فرد عليه جنيه كل ليله. يا ما انا خايفه الدور يلف ويجي على خمسه باب. طبعا ما دام الكابتن بتاعنا بيقبض من خمسه باب وساكت. نعم يا اخويا، امال كنت عايزني اعمل ايه؟ اضرب الحكومه؟ انت ما تعرفش قطع زرار العسكري في كلابوس قد ايه؟ عارف احسن منك، ما انا كنت زمان دارس قانون. طب ايه رايكم بقى ان البعبع اللي مخوفكم كلكم ده محدش هيقدر عليه غيري انا؟ انت بس فنجريه فوق، وده هتقدري عليه ازاي ده؟ ها؟ لا تقدر، تقدر. شمشون ما قدرش عليه الا دليله. ما تدرسوا تاريخ بقى. كله تمام ولا خليها ليله سودة على دماغكم؟ كله تمام يا حكومه. سميره صديقه الطلبه، خصمتهم يا بيه، خصمتهم. الامتحانات قربت وهقرا النتيجه في الجورنال، لو لقيت عيل واحد بس ساقط هخلي عيشتك مهببه بهباب. يلا يلا. وانت يا بوبي؟ لحمضاني وشرفك ايه؟ انا كل يوم هعد كلاب اللي في الشارع، حسك عينك الاقي كلب ناقص، هجرجرك بسلسله. يا لهوي، يا عيون البوليس. انا جاي. اوعى تشوفني. انت نص خلص عليك. خد لي 60 داهية غور عني. اشكال ما تجيش الا بالست. اه يا دراع. سعادة البيه. شوف بيك لب بيه، وهحط الحديد في ايديك. ليه؟ عملت ايه؟ الله، ده بيسأل. سرقة بالإكراه يا عسل، ضربتها وخدت فلوسها. ما حصلش يا تجراسي. نعم؟ نعمين واربعة يبو ستة. انت هتتبلع على الراجل بالزور ولا ايه؟ الله، انت مش لسه صودك دلوقتي كان جايب لآخر الشارع؟ ده انا كنت بضحك. تضحكي تقولي يا بوليس؟ امال لما استوت تقولي ايه؟ هقاو؟ ودلوقتي جناب سعادتك عاوزني في حاجة؟ لا ما نستغناش يا عسل. وما الفلوس دي ايه؟ فلوسه حر ماله، كسبها بعرق جبينه. بعرق جبينه هو؟ الله، المهم ان اديتها له بمزاجي. الله، هو تلفيق قواضي ولا ايه؟ لا ولا تلفيق قواضي ولا حاجة. معلش، المرة دي برمت يا عسل، الجاية تكتم الريحات. يلا اتغور من قدامي. ما انا كنت ماشي وانت اللي حشتني. أوه.
يلا انت وهي اتفرجوا على ايه؟ حاوي هو ولا رجوز؟ هنيجي تاكلنا على التحرك. يلا يلا. كدبت ليه؟ تحبيه؟ ده نطيق العنا ولا طقوش. لكن اهو هي غصبانيه. غصبانيه؟ وايه اللي يغصبك على كده؟ هعيش ازاي بين الديابه من غير سابع يحميني؟ يحميك عشان السفره بيكي وياكلك لوحده. مكتوب على الجبين اهكرنا كده. ما انتوا اللي بتجيبوا لنا نفسيكم. واحده زيك ما تسيبش الحته دي ليه؟ تروح تتعايش من شغل شريف. شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟ انا هكلم لك المسؤولين. انا قصدي نافد عليهم قوي. صحيح يا تجراسي، بس بشرط تهمادي. يعني لا رأس ولا خمسة باب ولا ميتة دليتة عمدة ولا ولا عليها جوني. حاضر، بس يا ترى عباس هيسيبني؟ لا عباس سيبهولي، انا هخلصك منه. ازاي؟ الا ازاي، ده انا اللي كانوا بيدلعوني يقولوا لي يا رزق. قال خلصك مني. قال طب وما قالكيش ازاي؟ ما قالش يا تجراسي، وطبعا مش هيقدر. ده ولا هو ولا مدرسه الكونستابلات بتاعته. اسمع ما اقولك، انا عايزك تجاريه وتاخديه على قد عقله. ما تخافش عليا، انا هفرده واتنيه واحطه في جيبي. اقعد فين يا بنت؟ ياما ايه في ايه؟ مطلوبه للاسم. ليه؟ عملت ايه؟ لازم القروبه سميره تبلت عليا. هي ايه العباره بالظبط يا سيدنا الافندي؟ قالت مزاجك انا مش كده؟ لا، اذا كانت البنت مظلومه انا احب اقدم لك نفسي اولا. هتقدمي نفسك مين؟ الكوم بتاع كوتشينا، راجل فلاتي وبتاع نقط، وما حبكش المزاج معاك غير مع اخطر مشبوهه في الشارع كله. مشبوهه؟ اسمع نصيحتي يا جدي، ملاش دعوه بالبنت دي بالذات، اصلها كمان. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مع السلامه. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا بنت قدامي. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا قدامي. لا تتوش يلا. انت دايما بتبيني كده. هو ده برضه طريق الاسم يا سي منصور؟ هو انت فاكراني موديك الاسم بصحيح؟ طب قول كده. طب مش كنا طلعنا البيت احسن؟ بيت الله يخرب بيتك. ما هو ده التكتيك اللي انا متكتكه عشان خاطر عباس. والتكتيك ده يطلع ايه؟ زي بتاع حترس؟ كل زبون هيجي لك هطفشه. لا يا عم، مش هخليك تكسبي ولا ناكلي. يا لهوي، انت طلعت لي منين؟ ده انا اتنشيت عين. افهميني بس، ما انت لما هتفلسي وتخرب بيتك، الواد عباس مش هلاقي من وراكي فايده، هروح سايبك على طول. يا مصيبتي السوداء يا ناس، اخيانه؟ لو ما كانوش بس قالوا لي على جنايه زرار العسكري. عسكري ايه وزرار ايه؟ في زعلت يعني عشان بهدلتك قدام العالم؟ لا ابدا، ده انت تشكر، تشكر بالقوي يا تجراسي. بقى الملعوب اللي كنتوا هتعملوه فيه اتقلب عليكم. انت اصلا غشيم. غشيم؟ انا غشيم عباس؟ طب انا من غير سكرانيه في نفسي انا كنت بتاع الثلاث ورقات. واحنا كسبنا الفجوره، والفجوره هي تراجع. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اخلص منه. اف توقف حالي. قال ايه؟ عايز نعيش بالحلال. طيب ايه مين؟
نافع ازاي؟ اه يا فرحتي يا هنايا يا وكستي يا شقايا. خلاص يا بنت خلاص، مش قلت لك هكلم لك المسؤولين عشان يشوفوا لك شغلانه نظيفه؟ حلني بقى، انا في مصيبتي دلوقتي اعمل ايه؟ ابات فين؟ هتباتي عندنا. اهو كده اظهر على حقيقتك، اظهر وبان. انا برضه بنت الناس. طب ده انا حبيت في اوضه المرحوم امي اللي ما اتفتحتش من يوم ما توفي. يقطعني يا طاج راسي، ما كانش قصدي، بس اوعى يكون بيطلع لها عفريت. عفريت لما عفراتي، انا الحق عليا اللي عايزه البنات. حقك عليا يا طاج راسي. طيب خلاص، بس ما تغلطيش في الغاليه. حاضر يا طاج راسي. انا هروح اجهز لك اوضتها عشان تتخمدي فيها لغايه ما اتصل بالمسؤولين. تسلم لي يا طاج راسي. انا جات لي الاخبار من المرشدين بتوعي اللي في القسم.
انه اترفع وبقى عواقب عشان ما حدش يتجرأ ويتخدى. عباس عباس اترفعت مرسلتين داهية. ايه صعبان عليكي يا اختي؟ انا مش شايفة حاجة لكن باين كده. بتضحكي على ايه انت وهي؟ انا كنت فاكره بس انهم هينقلوه بعدوه عننا. ترى ايه انت قلبك رهيب كده ليه؟ جايب لك كاس دوبي فاس سوبر 18 حجر. ده انت بطله الحي كله. في صحه تراجي. صحه في صحه اللي كانوا بيدلعوه ويقولوا له يا رفي. بس مين العسل؟ عشان خاطري يا عباس ما تضربوش. عشان خاطري ماشي. والف حمد لله على السلامه يا عسل. كله ماشي. هات لنا المشاريب على الترابيزه. البار لملم. مبروك الرفد يا سبع البرومبا. هو مين اللي جه هو جاي؟ وعندي اترعتي ليا اقول له طلع يا انا يا هي. وانا كمان اراهنك لو طلعت الشارع ولقيت كلب واحد. عباس يا عزلة. نعم زبون عواطلي. انت مش فاتحه للعواطليه؟ منقوع صرم ولا منقوع براطيش؟ لا سفنجة. انا شريف سفنجة. بس اللي يشرب في خمسة باب لازم يدفع الحساب. دول كل اللي معايا يطفحوني كم هباب. يطفحوك اربعة دب ويبقى لك قرش ابيض. خليه على شانك. ماشي. سفنجتك فين؟ دي أول دوبل يبقى لك تلاتة. لا لا يا عيوني ده ما يتشربش هنا يتشرب هناك. ماشي ماشي كله ماشي. بصحتك يا تاج راسي. أنا بالنسبة للظروف السعيدة مديك الليلة إجازة من الشغل. عايزك ترقصي لي انا وتغني لي انا. انا العسل ما يهمكيش منه دلوقتي. ما يخوفش قطه. الليله دي بقى انا عليها هتبقى درمغه. كله ماشي. نزل مشاريب للرجاله على حسابي. كل الرجاله والرجاله بس. الهفق لا. صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. انسى انسى الحساب. في صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. انسى انسى الحساب. في صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. انت نجيب لك مزاجك وانت نجيب لك هباب. مسك يا قف. يا تاج راسي يا تاج راسي يا مالي عيني. انت يا راسي انت يا راسي يا سيدي. انت يا تاج راسي يا تاج راسي يا مالي عيني. انت يا راسي انت يا راسي. يا مقطع السمكة وديلها ومعلي على عزة لراسي ومعلي على عزة لراسي. يا سيدي انت
انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت 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 وتجراحي مفيش منك وعقلك اكبر من سنك يا عترة ياللي مفيش منك وعقلك اكبر من سنك تعجبني يا فتقواك منك حرك ودق رؤوس يا سي وازاي بعديهم خايخ وشكله كده على طول دايخ وازاي وحيد زمانك سلام عشانك يا واد زمانك سلام عشانك يا واد زمانك اجدع سلام اجدع سلام كابتن عباس تجراسي واللي يحبوه ايوه بالقوي واللي يكرهوه لا نقه بالقوي تعال تعال ما اقولكش الاشكال العواطليه اللي زيك ما يقعدوش هنا ما بين رجال الاعمال الله ده انت دماغك خفيفه وسكرت بقى لا انت اللي دمك خفيف وانا ليا مزاجة سيح بلاش يا عباس عشان خفيف ما حدش يدخل في النص ماشي ماشي ثانيه واحده ثانية واحدة ما تقلقش جاي لك أنا اديني واحد وحس
سفنجة تاني. وادي واحد سفنجة. ايه ده؟ بتسكر لي يا عسل؟ هطلع كل الجاز اللي شربته على جتتك. اسم الله والحارس الله. كله ماشي. اديله مية. انت واقف ليه؟ مش بقول لك اديله مية؟ خد مية. لا مش هنا يا عيوني، هناك. ومن غيرك تعيش يا عبس يا كابتن الجو كله. انت من مواليد سنة كام؟ سنة 11. تعرف محمد؟ محمد اخو مصطفى. عارف. اديني مية، اديني مية. اقول لك لا انا كده هعورك بقى. نزل رجلك يا ولد عيب. نزل، قلت لك هعورك انا. خلصتني منه يا تجراسي. كله ماشي، اديله ميه. بصحة خمسة باب ومجدع خمسة باب، ومجدع خمسة باب. انت نجيب لك بوغاشة وانت تزف التراب. بصحة خمسة باب ومجدع خمسة باب، ومجدع خمسة باب. انت تمز بوغاشة وانت تزف التراب. انت تمز بوغاشة وانت تزف التراب. انت تمز بغاشة وانت تزف التراب. انت تمز بغاشة وانت تزف التراب. انت تمز بغاشة وانت تزف التراب.
الصحاب يا سيد الرجالة. يا تجراسي تعالى تعالى تعالى. مرحب يا سيد الرجالة يا سيد الرجالة. يا نور عيني تعالى تعالى تعالى. مرحب يا سيد الرجالة يا سيد الرجالة. يا تجراسي تعالى تعالى تعالى. هأسلمك مفاتيح قلبي اللي انت حركته في جنبي. اسلمك مفاتيح قلبي اللي انت حركته في جنبي ونقلته من حاله لحاله. غطيت على الكل يا عيني وصبحت دلوقتي في عيني. تساوي كل الرجاله كل الرجاله يا سيدي انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت 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 وتجرى بيتك ومطرحك. والنور فين؟ طلع النور. الله، مش تقلع الاول وتستريح؟ ربنا يجبر بخاطرك، انا كده مستريح قوي. طب اما اطفي النور بقى عشان اقلع انا. لا 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 لا، تقلع ايه؟ ما انت قلع اهو. هو في بعد كده قلع؟ اقلعي بقى بعد ايه؟ بعد ما انزل انا. تنزل وتسيبني يا تجراسي. انا جيت الليله دي خمسه باب مخصوص، وجيت معاك هنا عشان اسالك سؤال واحد. ليه عملت فيك كده؟ مش كده اظن هتقولي عباس هو اللي غصبك. ها، انا مش قد عباس، وكمان بصراحه ما كنتش مصدقه انك تقدر تحميني. عشان ما عندكيش نظر، اصلك ما بتفهميش في الرجاله كويس. انا يا تجراسي، طب ده انا مسميني الفريزه. فريزه فريزه. تقومي تنزلي عليها التخفيض من رتبه كونستابل لرتبه الصايع، وانا اللي كنت عايز اكلملك المسؤولين عشان ابعد عنك ولاد الرافض دول. طب وش معنى انا؟ مش واخد بالي. ما الشارع كله مليان ولاد ناس متبهدله، ايش معنى هتسيبهم كلهم لولاد الرفضي وتكلم لي انا الساده المسؤولين؟ عشان الساده المسؤولين بيبقوا دايما مسؤولين عن الساده اللي مش مسؤولين. بعد اذنك. منصور، اطفي النور. تعال بقولك تعالي تعالي. عباس وصل. اتراكي بيت اتراكي اتراكي. ايه عايز ايه؟ صباحي يا مبارك. ايه، ناموسيتك كحله على الصبح ولا ايه؟ لا، ده تجراتي هو اللي ما نايمنيش طول الليل. لو طلعتلك وطلتك بايدي دي. سلمتين واطلع لي وانا صحي لك الرزق. ولسه هنا؟ وهيفضل هنا على طول يا عينيا، وانت استنى شويه لك عندي امانات. ايه
برضو عباس. انا انسي يا عباس ودي اقول لك كمان عشان تحل عني. طيب اما وريتك انت وتاج راسك. انا سمع دوشه في الشارع ومش عارف انام. انت قد اللي بتنعر كده؟ انا ما كلمتش ولا حاجه. ده انا حتى صوتي من طالع من زوري. يعني دلوقتي نبحي صوتك يا سبع البرومبا؟ في حد تاني عايز صوته يتحبس؟ ولا يهمك منه. تعال يا تجراس. انا عايز اشوف حد يتحبس صوته بس. تعال يا تجراس يا رزق. يلا بينا. الله بس عايز اشوف حد تاني يتبحي صوته. الله. انا مش عايز اسمع صوت في الحته دي يا جدعان. ما سبتنيش عليه ليه؟ كنت قطعته زي البسطرمه. ينزرع زرع بصل. انت عايز الصراحه؟ انت تفرج برقبته. تكلمي جد؟ ليله امبارح تشهد يا تجراسي. منصور. ايه؟ هسألك سؤال. انت عرفت نسوان قبل يا منصور؟ عرفت نسوان؟ النهار اسود ومنيل. ده انا مقطع السمكه وديلها. صدق يا تجراسي صادق. ده حتى السمكه قالت لي. تعال. تعال ما اقولكش. طب مش لما نفطر الاول؟ معاك حق يا تجراسي. عن اذنك دقيقه واحده. بص شوف انا محضرالك ايه. بيض وزيتون وجبنه وزبده. انما ايه من اللي بيجيبوها العساكر من الكامب. والغدا بقى عكاوي وكوارع من اللي كلهم بحرين. الله ده انت هتعلفيني بقى. والعشاء كنياك وحمام. وانا اكل وانا مش عايزه منك غير كده يا تجراسي. وهتكسيني طبعا وهتهندميني وتهندزيني وحسكر في خمسه باب من غير حساب واطلع فرد على اولاد الرفضي. طبعا يا تجراسي مش كابتن الجو كله. لا انت فهمتيني غلط. انا مش منهم. يا خبر مش منهم. انا لا مؤاخذه عواطل محترم. ومحترم ده يعني ايه؟ يعني ماليش في نظام. ودلوقتي اتفضلي قدامي على بيت انا. وطوب اظن انت عايز تفضحني؟ افضحك؟ خلاص انت حره. بس انا بقى مش لاعب. لا انت باين عليك سكران من ليله امبارح. طب اذا انا طوعتك واتقطعت لك هتصرف عليا منين؟ من عرق جبيني احسن من عرق العافيه. وهتشتغل ايه بقى فرحني؟ هو هتهبي في اي سبوبه ان شاء الله حتى اشيل زلط. كان على عين. ما اقدرش يا منصور. طبعا اصلها حاجه في الدم. مظبوط هي حاجه في الدم لكن مش زي ما انت فاهم. طب ما تفهميني يا اختي منك نستفيد. منصور انا استجدعتك ومسترجلاك. انا سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي لكن انا مصدقك انت. عشان كده هاخدك اوريك بعينيك. وحشتني يا حبيبي. وحشتني يا ضنايا. انت اللي وحشتني قوي يا ماما. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ انا سمعت انك بتقدر تقف وبتمشي كمان. ايوه يا ماما بس مش قوي. معلش يا حبيبي بكره هتمشي زي الحصان وهتلعب كوره كمان. بس تسمع كلام الحكم. انا ما بعيطش لما باخد الحقن. يا روح واخبار المذاكره والعلام ايه؟ الحمد لله القابله مبسوطه مني جايب احسن نمر. يا عيني تبقى تستاهل على كده هديه كبيره. بس انا ما قدرتش اجيب لك غير الشوكولاته دي وارواح. يا ماما انا عاوزك بس ما تسيبينيش وتمشي. انا عايزك تقعدي معايا نضحك ونلعب سوا. كان على عيني يا ضنايا. بس اصلا عندي ميعاد مع الجماعه اللي قريب مننا العزبه وكمان السواق مش هيقدر يستنى اكتر من كده. لا يا هانم انا اقدر استنى. انت اسمك ايه؟ انا اسمي منصور. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي عزيز. ازيك عزيز؟ ازيك يا منصور؟ عامل ايه؟ لا انا مش هحاول.
الهواء معايا نظيف. اديني واحد ميه نار. يا جدع انت ما تكبرهاش، امال كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ اي نعم انا صعب عليا الواد وحبيته، لكن ما اقدرش ما اقدرش. اديني كمان واحد ميه نار. البت دي عمرها ما ورت راجل طريق ابنها، يعني لما تاخدك هناك تبقى بتحبك ومستجدعاك. استجدعني تقوم تشغلني كابتن؟ طب وايه يعني؟ طب ما انا بكابتن ويا ما كابتنت. انت اصلك راجل كله ماشي لكن انا ما كابتنش. يعني انت لا منك ولا كفايه شرك. انت عارف مصاريف المعهد اللي فيه الولد ما يقدرش عليها غير ولاد الاكابر. ولاد اكابر ولاد رافضي. لا بس كله ماشي، انا ماشي. مع السلامه يا منصور. لو انك خسارة. انت عايز الصراحة؟ انت اللي خسارة. يا ناس! يا ناس ما تتفقوا. ايه رأيك لو تابت يوم وتشغلت يوم؟ تشتغل يوم وتتوب يوم يعني ايه؟ انت فاكرها تاكسي يا جدع انت؟ هدشك بنورة في نفوخك يعني؟ لا يا فجراتي تعدمني بلاش. يبقى دشك انت في نفوخك عشان ما حدش يبص لك وانت من غير نفوخ. تدشها تدشوا عن اذنكم. آخ لو بس الحظ يضرب معايا زي عزيزة اللذيذة. مين عزيزة اللذيذة؟ عجبت وكيل دايرة كفاها من مجاميعه وبقى هو وبس. يعني انت قصدك تبطلي قطاعي وتشتغلي جملة؟ اهو كده مظبوط. ايه رأيك يا كابتن؟ ايه قلت ايه؟ لا برضو لا. خلاص يبقى مفيش نصيب. مع السلامة يا منصور. هتوحشينا تراجل. منصور 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 ما تجريش وراه، إذا كان بيحبك بجد يبقى هيرجع لك. وان ما رجعش ما بقاش انا كله ماشي. اتفضل ال 50 جنيه. بس يا مفتري انا كلمك عشان معرفه قديمه بس. الله يخرب بيت دي معرفه. طب اوضه النوم؟ اوضه النوم ما تلزمنيش، انا عشان معزتك عندي ادي 50 جنيه كمان اهم. لا لا كسبك. الاوضه اللي نحاجي فيها ايه؟ لا دي مش للبيع، دي بتاعت المرحوم امي. بتنزل البيت يا ورد من غير شوك. انا في غايه الشوك. بس على اول الليل انا مش فايقالك، حل عني. الله، هو مش منصور خلع؟ ايه رايك افرقع سميره ونعمل حركه تنقلات؟ يا شيخ تنيل يا شيخ تنيل، ما بقاش الا انت كمان يا فشنك. كله ماشي. واخرتها يا تراجي يعني هتكون ايه؟ زي اولتها. يا ستي يا ستي اعملي معروف، اعملي معروف، زيحي من ورا ظهرك وروقي. اروق؟ عايزك تفرفشي، تضحكي، ترقصي، تغني، اضربي الدنيا 60 صرمه، دي ما تسواشي. خطارة الدنيا دي، كتابة الدنيا دي، كل حاجة فيه كله ماشي. يا دنيا ماشي
ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي كده هو تعجبيني بصيلي انا تلاقيني جت عسلي جت طحيني عمري ما حبك تهاشي عمري ما حبك تهاشي وماشي ماشي 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 مدهونين. طب ماشي 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 انا هو بدل اخوكي وبدل امك وابوكي وعنيا بيشلوكي بالنظارة الطشاشي بالنظارة الطشاشي ماشي نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة هنعيشها رنجة مانجة وهيشة وكله ماشي كله كله ماشي نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة هنعيشها رنجة مانجة وهيشة وكله ماشي كله كله ماشي نضربها بالطبنجة اسبتا بري خواجه كرياكو فاسال عشرة جنيه حته واحده دي عمرها ما حصلت في تاريخ خمسه باب تعال اديني تعال ما اقولكش خفاقة كرياكو ياكو إلى أنا إلى أنت أتينا ومعلمين أتينا تينا كرياكو بتعرنو سافا سافا مع إنجليز يعني كسب يا تجراسي اللي يخبيني إيفا بالقوي يخف اللي مش يخبيني يغر ويخفى يخنفر ويخفى يخنفر ف... أنا عايز سلام
لسه صوفتي خادع. انا كرياكو بتاع كله، انا هجيبك قوي. وانا كمان هجيبك قوي. انت بتعمل ايه؟ انت استنى، انت خليك زي ما انت كده. زي ما انا كده؟ ايفا انا كمان استنى زي ما انا كده. اهو ده بقى اللي عمره ما ورد عليا. طب ازاي؟ ايفا انا كرياكو مش تخب ومسخره. يا مصيبتي، مش تخب ومسخره؟ ايفا امال تخبوا ايه؟ انا خبو خنان. خنان؟ ايفا انا خنان، حبو خنان، هو ده بس انا اقدر عليه. براحتك، خنان خنان. طب وعايز نحن ازاي بقى؟ ايفا ليك طريقه؟ ايفا ايفا الا ده الا ده الا ده. انت تعالى، انت اقعد هنا. هنا؟ ايفا انت اقعد هنا اهو. هنا انا اقعد هنا. انت ملتو ايدك زي انا كده كده. ايفا واخد من سرجي مرجي، انت خكيم ولا تمرجي؟ انا خكيم سخا، العيان اديله حقنة والمسكين اديله لقمة. هنا يلك خوادة. انا افضلت طول الليل اعمل خنان كده. واخد من سرجي مرجي، انت خكيم ولا تمرجي؟ بس كده؟ لا إيه؟ والتاني كمان 10 جنيه. بص 10 جنيه دي بضيف لك الليل. الليله وكل ليله ده عرض مستمر، ده هيجيني يوم بعد يوم. يوم بعد يوم؟ اه 15 يوم كل شهر ب 10 جنيه، يبقى صفر معانا واحد. يبقى اصل انا كنت زمان مدرس حساب. بس لو ما كانش منصور مشي اروحلوش البيت اقول له على حكايه الحنان دي، يمكن يوم كله ماشي. وماله كله ماشي؟ لا 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 لا، وحياة أمك، بالنسبة لك أنت مش كله ماشي. على مهلك يا عسل، رايحة فين؟ اوعى، أنت مالك؟ عايز من إيه؟ أنا سمعت إن الخواجة نغنغك فلوس. وأنت مالك أنت؟ لا، ما أنا خلاص سامحتك، وحنرجع لبعض تاني. بأمارة ايه؟ بأمارة ما انا رجعت تاني كابتن الجو كله. ايه اللي بالمعلوم؟ مساء الخير، انا الرزل. منصور حبيبي يا رزل. مش وقت حب دلوقتي، ما نشوف العسل. الحمد لله على السلامة يا كابتن. وحشتك انا، مش كده؟ سيبك منه، ما تعكرش دمك، تعالى تعالى. ما اقولكش ده انا كنت جاية لك باخبار هي اللي هترجعك تجراسي. بالاذن يا عسل. ماشي يا عسل. يعني انت متأكدة ان العملية حنان وبس؟ عيب بقى، ده انا حلفت لك بشرفي. الخواجة ده لو لعب بديل وانا هضربه. لا من ناحية دي مفيش، المهم انه يكفينا من مجاميعه. طب وانت لو لعبت بديل؟ ما تخافش، الخواجة اتفق معايا ان معرفش حد غيره، يعني خونه. ما تخنهوش هو وانا، مهمكيش ولا ايه؟ لا اطمن، انا مش هخونكم انتوا الاتنين غير معاكم انتوا الاتنين. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه يا حبيبي، تفرح وتنبسط وتحبني، بس ساعه ما يجي الخواجه ما تكونش موجود. لا انا متاكد من الحكايه دي قوي، طمني. يعني كده يبقى كله ماشي يا تجراسي؟ اقلب المعلومه الاول. حقك يا تجراسي، اتفضل. ادي ال10 جنيه النقطه، وادي ال10 جنيه الخلعان. كده يبقى كله ماشي. طبعا كله ماشي. صباح النور. تعرف انك انت وحشتني؟ كلاميرا خواجة كرياكو، ما تعملهمش عليا، ما انا كنت زمان خواجة. لا تظهر تقلت في الاصطباح. ما تخافش، انا ما قلتش لحد. ولا تحب اقولها؟ لا 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 لا، عملت معروف كله ماشي. للدرجة دي بتحبها؟ اديني خميتها وتوبتها من غير ما تحس. وتفتكر الطريقه دي هتنفع؟ مؤقتا، انا اصلي بجيب رجلها واحده واحده. انت راجل لازم تبعد عن الجو ده. يا منصور يا منصور، انا عايز اقول لك حاجه. هي مش غاويه، دي بتعمل اللي بتعمله ده علشان تلم مصاريف علاج ابنها. ولما الواد يخف ويطلع ويلاقي امه في الحوض المرصود، مش يبقى الموت اهون لهم؟ عندك حق.
أبوه فين؟ مات في الحرب صحيح زي ما هي بتقول. أبوه كان بيشتغل سواق في الجيش الإنجليزي أيام ما أنا كنت بشتغل في المدفعية. فين؟ في المدفعية. يا عم تصطبح قولها صالح بقى. طب فوت دي. كان سواق راجل تراجي بقى ورثة الكار الزفت ده عن الغالية. الغالية مين؟ أمها. لكن سابت ده كله واتجوزت السواق. يعني زي ما قالت لي بالظبط. لكن يا فرحة ما تمت. الراجل مات في الحرب وساب لها الواد بيحبي عنده سنتين قد كده. الباقي أنا عارفه. المهم دلوقتي الواد يطلع إلى أمه شريفة زي ما هي فاهمها. طب إزاي؟ عن طريق كرياكو؟ مفيش قدامنا حل غيره. طب وبعد كده؟ يبقى حلال في حلال. المهم دلوقتي ان تراجي ما تعرفش غير اتنين بس من ليله امبارح. انا ولانا. انا اصلي كنت في ال فين؟ كرياكو حبيبي الحمد لله بس. خنان خنان الحقيني بسمعت خنان كده على ودنه. يبا لسان انا مخروم. يا مصيبتي انت مخروم. يبا مخروم الخنان. طب يلا يا تجراتش انا جاهزه حلنا اهو يلا. نو 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 مش لعبت لعبه خنان دي النهارده. اخ يبقى دخلنا في اللازي منه. النهارده لعبت واخد لعبه خنان تاني. انت مسكته دي فجوره. ايه دي فجوره؟ انت مسكته واخد الصوره. دي لعبة خرفانة. فتح عينك تاكل ملبن. فتح ملبن تاكل عينك. هني هب هني هب هني هب. فين واخد الصورة؟ فين واخد الصورة؟ اهي الصورة. يوكسك خواجة. اما خواجة مفنص صحيح. لكن على مين؟ بص كسبت لك منه 15 جنيه. حلو. بس انا كنت عايز اقول لك حاجة يا تجراس. ايه؟ نفسي فستان وجزمة دبابة. ايه؟ فستان وجزمة دبابة. نبي تسلمني يا تجراتي. بس الفستان يكون حجم. ايه رأيك يا كرياكو في الفستان ده؟ مش يجنن عليا؟ يبقى خلو كتير. وحياتك عندي يا كرياكو وحياتك عندي. دفعت فيه 25 جنيه. نعم. حتى ما كانش معايا ادفع خدته على الحساب. انا ميسي كروديا وميسي خيبو استقراض. اخص عليك يا كرياكو يعني انا حرامية. او برضو خبيبي خناين. انا مش قصدي. انا قصدي خرامي هو صاحب مخيل بتاع فستان. خبيبي خناين امسكت فلوس. حبيبي يا خناين يا مخروم. علي النعمة الخواجة ده طلع جردل. تجراسي انا كنت عايزة اقول لك. عايزة ايه؟ لحقت وامتي فرتك مصروف البيت؟ لا ابدا بس اصل زيارة عزيز بكرة و خديهم كلهم. حبيبي اهتك راسي بس ده كتير قوي يا سيدي. مش في جردل بيخور. حبيبي تسلمني اهتك راسي. ده انا هشتري له السوق كله. ده كرياكو هيخرب بيتك. بسم الله. العمليه كلها 100 جنيه وهم بتفرتكوا قدامك. لما تخلي منصور ينصحه عشان يلم ايده شوي. منصور ما يقدرش. ده تراجع ترجع تاني العوايد القديمة. ولما كرياكو يفلس يا كابتن منصور هيعمل ايه؟ قلت لي بقى هيعمل له ايه؟ ايوه ايه؟ مش عارف. ما تتفضل يا كابتن تانس معانا. ابويا قال لي ما تقعدش مع العيال الوحشين.
بالعكس ده احنا رجاله وحلوين قوي. بس انت بقى بصراحه مش حلو معانا. يعني ايه؟ عاوزين اصول الكابتن. كابتن الجو لما يقع على صدى تقيله يرش عصبيان. طمعانين في كرياكو. ايه رايك تبيعوا؟ ابيع مين؟ الحمار. اهو انت كله ماشي يا منصور، كله ماشي. ده احسن لك، بدل ما انت بتقلبه 10 في 20. أيوة. خد لك فيه مبلغ مقطوع وسيبه لنا. اسيبه لكم تعملوا فيه ايه؟ ننتي فريش وزي ما احنا عايزين. على مهلنا بقى. انا ده انتوا اكنكم بتنتوا فريش انا بالظبط. انت ما تعرفش قصدك الخواجه ده عزيز عليا قد ايه. يا كابتن الجو خلص ويخلص، بدل ما انت معطل تراجي. يعني في اعظم نور افتح نفخه يا سيدي. طب بلاش البيع يا كابتن، ناجره. فاضي ولا مفروش يا اخويا؟ لا، ليله واحده بس نلعبوا فيها برتيتة قمار. يعني بدل ندفع ريش واحده واحده يبقى دبح مره واحده. لا يا اخويا انا ما عنديش خواجات للايجار. طب سالف. اسلفكم خواجه بالفايز طبعا. ازاي؟ هترجعوا لي وعليه تلميذ من زباين سميره؟ ما هو انت لو ما خدمتناش تبقى قتلته. ولا انت ناسي ان الشارع خطر بالليل؟ يعني ما تخافش. تخافش بعد ما يتقتل حقك هيوصلك لحد عندك. بتقول لي فيدي كمان كله ماشي ولا يهمك؟ بسيطة، لما يجي الخواجة خليك معايا ما تسيبوش. فكرة، أحسن فكرة. ازيك يا فايتاني دي؟ بس اوعى تجرأش تقول له اللي بيني وبينك، لحسن ده بيغير. لا ما تخافيش، أنا مش هكلمه خالص، أنا ههرسه من بعيد لبعيد. تسلم لي يا تجراسي، من غيرك كان هيحرس لي البضاعة. بضاعة؟ إنما إيه؟ مستوردة. عايزة تفهميني يعني إن مفيش خمسة استلطاف بينك وبينه؟ عايز الصراحة ولا هتغير؟ غير؟ هغير من مين؟ كرياكو؟ ده فردة نايمة. في الحقيقة أنا استريحت له وقربت أحبه. نعم يا أختي، عشان مع شغل بره يعني ولا إيه؟ أصله في حاجات كتير قوي منك. من أنا؟ طب إيش جاب لي جاب؟ هو بتاع حنان، لكن أنا بتاع كله. لكن عجبني ودخل دماغي. أنا بحط صار للدماغ. لا لا يا تجراسي، لا 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 يعني لا 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 يا تجراسي، ده انت الكل في الكل. حنان ايه؟ ده المهم في المهم. وانا المهم. شغل مصر ابرك مش كده؟ ايه ده يا اخي، انت رايح فين؟ اتفضل. ايه ده؟ ما تكسفنيش يا عسل، ده تمن الدخان. متشكر. ده عسل. اللي قول لي يا عسل، الفيلا دي ايه؟ والست اللي دخلت دي جايه ليه؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وخميس يا حبيبي، ولسه كمان اقدر امشي اكتر. عارفه عارفه يا حبيبي، بس كفايه كده يا ضناي عشان ما تتعبش. ماما هو السواق ما جاش معاكي ليه؟ وانت كنت عايزه يجي معايا؟ ايوه، اصلي حبيته قوي يا حبيبي. حاضر يا حبيبي،
المرة الجاية إن شاء الله هجيبه معايا، أصل أنا عارفة هو بيجرش فيه. يا ريت يا ماما، يا ريت. ماما. نعم يا حبيبي. هو بابا كان بيشتغل إيه؟ كان بيشتغل مدير شركة عربيات نقل. يعني هو مش ممكن السواق يبقى مدير شركة عربيات نقل؟ ممكن قوي يا حبيبي، ممكن قوي. الحمد لله على السلامة يا عسل. انت واقف لي كده ليه على عتبة البيت؟ يعني اندهلك الرزق؟ انا بس عايز اطمن، ازاي يا عزيز؟ عزيز؟ وانت شرفك بعزيز؟ انت فاكراني حعتايك ولا ايه؟ تحب اخد العمشة وصديقة الطلبة ونعمات ونروح على المعهد اللي انت عاملة فيه ست هانم ونزفك زفة قبها ونفهمهم انت ايه؟ انا في عرضك يا عباس، ابوس رجلك يا عباس. ما كانوش بعد كده يدخلوك من الباب وابنك يرموه في الشارع. انا مستعد اعمل اللي انت عايزه، مستعد اسيب منصور وارجع لك. لا يا فتاحة بلاش حدا، ما توقعينيش مع الرزق. منصور ما يعرفش ايوه حاجه، وانتي من سكات تديني النص بالنص، نص اللي بتقلبيه. حاضر حاضر، بس ده كتير قوي. تحطي فيها حاجه من عندك، ما تعلقيه من الخواجه. حاضر حاضر. هو كرياكو المسكين ده هيصرف على مين ولا على مين؟ يعني الحق عليا اللي قلتلك. عندك صابونة؟ ليه؟ عشان تبقى تغسلي هدومي من الدم اللي هيبقى للروكة. انا هنزل عباس. لا يا منصور، انا هخلي الشارع ده سلخان. لا يا منصور، ابو سيد ابو سيد المهجة يا منصور، عشان خاطري تعالى يا منصور. يعني يرضيك يا كابتن الجو ويسكت على كده؟ لا، انزل اضرب عباس عشان يوقف علاج الواد. انت بتعرفش ان الواد ده هو كل حياتي؟ ده انا بقطع من لحمي حتت برميها لكلاب السجك عشان مين؟ بتذلل الليصه واللي ما يصحش عشان مين؟ مش عشانه هو يا منصور، مش عشانه هو. ماشي يا طلاقني، ماشي، كله ماشي. مع السلامة. سلام. مع السلامة يا نزيك بيه. ناقص غرامات تاني انا كمان. قال يعني ناقص انا؟ اي تراجي جايه ومعاها فلوس الخواجه. هتضيع تقطع وتقطع سنينه. تكلميش كده على الخواجه. هريته حنان ما دفعش غير العشرة، قابلني عباس لها في نصهم. انا عارفه الراجل لما يقربط ايده يبقى يا فلس يا زهق. شوف حرام عليك ما تكلميش على الخواجه كده، فضل الله ولا فالك. ده قال لي كمان انه مسافر. بقول لك ايه؟ اخموش واشتغل. نعم. قطعي كده على خفيف واغتسالي بدل ما انا بطاله. انت مش عارفه ان احنا مرقوبين؟ افرض اي حد فتن علينا. طب ما هو كمان كان لازم يفرد ايده شويه، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اسرق؟ لا ما تجيش. بقول لك ايه؟ ما تخافيش. اكيد الخواجه عامل حسابه وهيرجع لصونه. من بقك لباب السما يا تاج راسك. اما قوم بقى اطمن على الطباخ احسن، بيقولوا امبارح اتعشى من عند الكبابجي. شايف شرطك المهببه؟ على العمليه هتبرم مني. انا قلت لك امسك ايدك، ما قلتلكش صفر الخواجه. الفلوس قصرت، وكمان عباس ما ياخدهمش. عباس ماسك تراجي من ايدها اللي بتوجعها. يعني الخواجه لو ما جاش تراجع هتضطر انها تجيب له فلوس من اي حد تاني. يبقى الخواجه لازم يرجع بسرعه ويرجع مليان. لكن ازاي؟ يلا 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 موف موف كمون كمون كمون. يلا هد حيلك يا خواجه. يو وات ديد يو سي؟ لا انا قصدي على خواجه تاني.
انما انتوا ربنا يخليكم. سلو بنور تودع اهلك. صبح بالليل وهو غايب. والله عيب بعمره ما عملها. ما تقلقيش يا تراجي، الغايب حجيته معاه. يا اخويا طرمخ عليه، طرمخ طرمخ عليه يا اخويا. ما تسرحي منادي، يقول كابتن تايه يا ولاد الحلال. اطلع من نافوخ السعادة، انا مش فايقالك. ما تجننيش. انا اللي نفسي اتعقل. زمان الكابتن بتاعك بيه كابتن دلوقتي على واحدة تانية. تبتولي امال ايه؟ وتلاقي الخواجة مسافرش، انما تاج راسك بتاعك تليه خدهولها معاه. كل يوم من ده يا بصل. كنت فين لحد دلوقتي؟ تراجي؟ لا، اسمها ايه بسلامتها اللي كنت عندها لحد دلوقتي؟ ده اللي كان ناقص كمان. اسمها ايه دي؟ معرفش. اسأل روحك وانت جاي، مش قادر تصلب طولك. لو انت ما تريديش باللي حصل. لا، اصل ما بضربش الرمل يا تجراس. انا بقى ضربته. الرمل كسرته حتت، قطعته. استنيني بس وانا احكي لك ايه اللي حصل بالظبط. خش، ما تاكلنيش الاوانطه. رمل ايه اللي كنت بتضربه؟ معلش معلش، الجهل وحش. انت اصلك ما تعرفيش الرمل افتوة النقر. ولا عمري سمعت عنه. الرمل افتوة النقر بتاع جبل الدراسة. يو ما فينا الجو برضو زي هنا. عارفه يا تجراسي عارفه، بس انت بسلامتك اللي وداك هناك. مصلحتي كان خولاني، قلت اروح ادور على الخواجه يمكن حاود على هناك. يا حبيبي يا تجراسي، ولقيته؟ لا ما لقيتوش. وقعت بقى في الرمل افتوت النقر فتحداني، وانت عارفه بقى لما حد يتحداني. رحت قايم قلت له يا واد يا واد. سلامتك يا تجراسي، بعد الشر عليك. بس هلبت بقى، هلبت من الصبح لحد دلوقتي وانا بضرب فيه. يا حبيبي يا تجراسي، وانا اللي شكيت فيك وكنت مخوناك. معلش انا مسامحك، بس سيبيني بقى عشان انا عايز استريح. خسارتك يا تجراسي، انا مشتاق لك قوي طول النهار، وحشتني قوي. معلش بس اصل وحشتني قوي طول النهار مشتاق. ما اصل انا تعبان وعايز استريح. انت مش شايفه شكلي عامل ازاي؟ هي بقى كنت مع واحده تانيه. يا دي النيله المنيله بنيله، وادي النور. تعالى تعالى، ما اقولكش. الله يخرب بيتك في الرمله افتوت النقط. ايوه يا خواجه. يلا شغل شغل. حاضر حاضر يا صاجن، ما تزعلش، كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ بقى انا يتخطف مني تجراسي واقف اتفرج؟ يا ستي امبارح كان بيضرب الرمل، مش جايز النهارده بيضرب الولع ده. انا عملت كل حاجه عشان ارضيه، ده انا بطلت كاري واشتغلت حنينة. منصور كمان بيحبك، واكيد غيابه ده له سبب. له سبب؟ طب قول لي ايه هو بقى السبب اللي يخليه ينط من الشباك؟ بقول لك ايه، لو كان في سبب يبقى انت عارفه كويس، لان منصور مالوش صاحب غيرك. لا لا لا، انا اصلا انا ما ايوه اتلجلجت ومش عارف تنطق. ما تقول انه لف على واحده تانية يا سي. كله ماشي قول. لف على واحده تانية ايه انت الاخرى؟ الله، هو يعني فتك للدرجه دي؟ لا، هو من جهه فتك هو فتك. منصور ابن حلال وطيب
ومفيش زيه كتير. لكن اهو طلع زي كل الرجاله وخلع وسابني وكرياك وسافر وعباس بيقشطني اول باول وملعون ابو الكل. انا من الليله دي هشوف نفسي واشتغل لابني. انا هرجع الكار. انا صحيح عايشة لكن انت شايفه اللي انا شايفاه يا دي البخت. احنا ما صدقنا انها هيمدت. مين تراجي ادوس في الدقباديب؟ ما يلا بينا يا جميل. ابعد عني نفسي مش جايباني. الشارع نور من دون كلوبات. او كده بلاش قلة عقل وارجع لكارك وجوك. انا صحيح اتحكم عليا ورجعت للكار بس مش هرجع لك انت يا عباس. معلش ده اولكش لكن مسيري هرجع تاني اكابتن عليك وارجع تاني تاج راسك. بقولك ايه، انت مالكش عندي غير المعلوم وبس، تاخده وتحل عني. احل يا تراجي. بس في ايه كبسه؟ خنزير وصل من اسكندريه. طيب خمستين ورجع. يلا بينا. ده هي تلعنك انت والكار في يوم واحد. راتل الكلاب بكام؟ مش كله، البلدي بريال والارمانت اغلى شوية. طب سوينا اتنين ارمانت على ما نرجع لك، بس ما يكونوش عضاضي. هوا هوا. اتفضل، الف جنيه عشرات. عشرة على عشرة دي لا ممكن تفلع على السليمة. وانتوا والحدائق مشوها بين السكارة واني هنقبض في الالف السكة 500 سلام. يعني النص بالنص عسل، ولما نوزع دول تجيب لنا غيرهم والعملية تمشي، واني بقى الليلة دي هنسهر معاكم كأن زبون وانتوا صيدني. وانا الليلة دي هدوقك احلى فاكهة في السوق كله. حبيبي يا عبس خش على البلوزة يا لوزة. صفونا بعرار بعد اسرع شعبين. ازاي؟ 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 ايه ده؟ تراجع في النبطشية؟ قلت لي موافق كده. ورب حماري رجعت الكاري. ألا على نعمة انت ضربتي في مخي. من عمايلك يا بتاع النقر. تراجع انت اصلك مش فاهم حاجة خالص. انت اللي خالص من ذمتي. ابقى ابعت خد هدومك. بس انت ما تجيش. هي حصلت للدرجة دي؟ عن اذنك ما تعطلنيش، دي ساعة شغل. جوني جوني تعالى يا جوني. منصور ما تعطلنيش، دي ساعة حظ. انت فين هذا العماد؟ اديني واحد زفت. كله ماشي. ما تقولش كله هبات، انا اللي ماشي مش راجع هنا تاني. وتسيب تراجل البهدله والعباس؟ هي اللي حكمت علينا بكده. الصنفيده عامل زي شريب الهبهب عمره ما يتوب. والله يا اخي انت اللي غشيم حريم. اسال مجرب، انا مدوب تسعه. يا عم تسع ايه بس؟ ما تبطل مزع بقى. طب فوت دي معلش، خد واحد كمان. انا هفضل اشرب لغايه ما تنقلني من هنا على الدكتور، بس تنقيه بيطري عشان يخلص عليا. انت عمال تهري وتنكت ليه وانت اللي غلطان؟ ما رجعتش الخواجه ليه؟ هرجعه ازاي قبل منصور ما يشتغل عشان يسلفه؟ انا اسلفك تسلفه؟ ما انا كنت زمان في بنك التسليف. واسدد لك منين قبل ما اشتغل؟ لازم اشتغل عشان اسدد لك ديونك، واذا اشتغلت هتفتكرني بكابتن على واحده تانية. يا اخي ابوس ايدك واعترف لها بالحقيقه وريح نفسك وريحني معاك. بعد ايه؟
بعد ما خلاص نزلت الشارع وادي هدومك كمان 60 ثانية مش عايز اشوف وشي. منصور منصور حبيبي منصور حابس الشر بره وبعيد. اتفضل يا سي خنزير. ايه راح فين؟ اتفضل احنا اللي نعملوهم ونحيله. ده ده كله ده ده كله. انا مش قلت لك ههنيك؟ خد يا موزه وهتينا المزه. ما كانش ينعزه. بنقول لك ايه؟ انا ما نحبوش نتاخده على السريع. انا نحب المزمزه ونعشق الازازه. اسمع عباس، انت تاخد الخنزير بتاعك ده وفي 60 دقيقه والمركب اللي تودي. يلا غور. الله 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 يا عبس. ما تفهم الموزه يا عبس. اللي ما تعرفك تجهلك. ده سي خنزير يا بت، وانا بهديكي بيه من دون البنات كلها. لكن انا متضايقه دلوقتي. الله، هو انا مش بني ادم ولا ايه؟ جرى ايه يا ام عزيز؟ حاضر حاضر يا تجراسي. اقعد اقعد. اتفضلي. انست جايب معاك ايه؟ ده احنا هندوقك ونروقك ونفك دقتك. كوبايات عبس جاهز. والله زمان ومن فات قديم. خدي خدي طينيها الليله. بلاش انا، اشربوا انتوا. وبعدين يا ام عزيز. حاضر حاضر يا تجراسي. وكمان افتحي لنا الشباك، انا اصلي نحبوها على البحر. ما تلمسنيش. ابعد عني ابعد عني ابعد عني. اطلع بره اطلع بره. الخنزير ينطرد من بيت واحده زيك. ما تعالى يا بنت امال. اوعى تقرب مني، ما حدش يجي ناحيتي. اللي بتعمليه ده مش كويس عشانك يا ام عزيز. لو كان على قطع رقبتي يا ام عزيز، انا برضو لحم ودم. طب انا بقى هفضح الدنيا واخد الواد وافرج الدنيا عليك وعرفهم وتبقى ايه؟ ان شاء الله تولع الدنيا حريقه. انا وابني ملناش الا ربنا وهو اعلم اللي احنا فيه. يطلع بره بره بره. فو كله ماشي كله ماشي كله ماشي. انا فاكرك في البيت. مش عايز ارجع البيت، مش عايزة أشوف حد. خلاص ما بقتش سايقة، مش سايقة حد، مش سايقة أشوف حد. خدني عندك خدني عندك الليلة دي كله ماشي. طب بس 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 خدني عندك. اهدي اهدي اهدي. تعالي 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 يا حبيبي. تعالي وهدي نفسك كده اهو. انت تبقي كويسة. طول الليل ما اشتغلتش، نفسي مش جايباني، مش طايقه مش طايقه اشم ريحة السكارة ولا اقول يا تجراسي لكلاب السكك. خلاص قرفت قرفت من كل حاجة حتى من نفسي. يبقى ما تغلطيش نفسي، انت بتحبي منصور. منصور طلع خاين زي كل الرجالة. منصور بيخرج الصبح يشتغل عتال في الجيش الانجليزي. كله ماشي، ما تكذبش عليا انت كمان. اكذب عليكي؟ انا اكذب عليكي يا تراجي؟ ده انا مربيكي بايديا دول، ده انا في مقام ابوكي. لكن انت بتعز منصور. ايوه بعزه، انما مش ممكن اغشك علشانه. انا بعزه علشان راجل، علشان جدع. منصور هلك علشان يجيب لك فلوس بعرق جبينه، انما اللي زعله منك انه لقاك هترجعي الشغل تاني. صحيح يا كله ماشي. ايوه صحيح حبيبي يا منصور. طب هو فين دلوقتي؟ رجع بيته الاولاني؟ انا رايحه له دلوقتي. استني استني بس للصبح.
الدنيا دلوقتي ليل والشوارع كلها عساكر بوليس وسكارة وصيعة. والله لو في العفاريت الزرق انا رايحة دلوقتي. طب استني بس. ايه منصور هنا. قلت لها ليه؟ ما كنت سايبها تافع على المشوار. طب راس تعبت. بلغ معرفتكم. الله من هناك ما تحصلك. الله ضيوف يا عشر ضيوف. هو ده هو بعينه. يلا بينا. انتوا مين وعايزين ايه؟ عايزينك انت يا عسل. لكن انا ما اعرفكمش. اتكلم لخلص عليه. هات السلسله دي. الحقوني الحقوني. ادي له واحده. مين معاك؟ يلا بينا. داخل ليلة هنبات فيها هنا من بكرة الصبح على بيت هنا. طب بس هنعيش ازاي؟ من شغلي وهندبها بالسحطوت لغاية ما الاقي شغلانة احسن. وانا ملزم بعزيز. اخ بس لو معنا قرشين متجمدين نبتدي بيهم مشروع ولا تجارة. رب كريم يدبرها بمعرفته. احلى صباح لاحلى كابتن. انت عايز ايه على الصبح ده؟ انا هشرب من دمك. هي قالت لك معلش انا غلطان لكن ما عملتش الغلطه دي الا بعد ما خلعت انت وهي رجعت لشغلها. يعني انت عايز ايه في نهارك الاسود ده؟ عايز اصلح غلطتي. عايز اصلحها حل عني. يا جدع افهمني بس افهمني. انا جايب لك قرشين اللي هم تاني عايز تقرطصني وتلف على طراجي؟ اعدم شرفي. لا دي فلوس سكه عايزين نمشيها في السوق. فلوس ايه؟ فلوس سكة عايزين نمشيها في السوق. مبلغ كبير يعني؟ انا ما بشتغلش في الهاي. النص بالنص. حديك 1000 جنيه واستلمهم منك 500. ماشي يا عز. سعادتك بالمأمور انا جاي اخلص ذمتي من المباحث. في ايه؟ اصل كل نصيبه تحصل في الحته يتموها فيا يا سعاده البيه. وانا راجل بريء باكل امتي بالحلال والشرف. ودلوقتي يا بيه في فلوس سكه هتنزل السوق واللي هيوزعها منصور اللي كان كومستابل ورفضتوه كده. طيب شكرا. روح انت واحنا هنتصرف. ربنا ينصرك ويقويك. ربنا يرقي الحكومه. مساء التمام وكله تمام. انت عوقت كده ليه؟ اه يا ما انا خايفه من الشغلانه دي لا تهد حيلك. لا ما خلاص بومبه سبتها. ايه لقيت شغله تانية؟ لا لقيت خواجه. والنبي اه. ولقيته بيقبض من الانجليز 1000 جنيه. يا لهوي وسبته يمشي؟ اسيب مين؟ جرجرت رجله طبعا وهيجي بيهم 5 باب وانا اللي هاكلهم منه. انت ازاي؟ هو له نظام تاني غير الحنان؟ الحنان بتاعك ده مش هتطلع منه اكتر من 50 جنيه 100 جنيه بالكتير. لكن انا بقى هقتله ولا هفهم منه. يا لهوي يا منصور لا ما توديش نفسك في داهيه. ما تخافيش انا مش هسيب عليا اي اثبات. كرياكو هيجي لله دي 5 باب انا مش هكون موجود. كل اللي تعمليه انك تسكريه لغايه ما تعميه. ما تجيبوش على هنا بقى سيبيه يروح.
طب وانت هتعمل ايه؟ انا هكون مستنى على الناصيه، وفي 5 دقايق هتكون العمليه فينش. لا لا يا منصور، انا قلبي مش مطمن للعمليه دي. ما انا لازم اخلص من كرياكو ده باي طريقه، مش ممكن يفضل قاعد لي في عربيزه كده على طول. هنا كله ماشي، ازازه كامله بفله الفابريكه. بصحه الكابتن. ايه انت الظاهر لاعب لعبه كبيره يا ابني. ايه يا طارق؟ مش شغلك انت يا حيدر. ايه بتاع الفلوس اللي من اوفر اللي كانت لصحه وزاره الماليه؟ ايه بقى مالك داخل فارد قلوعك كده ليه؟ امال ايه؟ ولسه هتشوف الكابتن منصور هيعجبك قد ايه. اخلع انت يا كله ماشي، وسيبني مع الكابتن لوحدنا. ماشي. ايه اتجننت؟ بتتكلم على ان كده على الفلوس؟ لا لا لا، فلوس مين؟ الموضوع ده اجلناه. الخواجه جايين الليله دي. خواجه؟ خواجه مين ابو 30 و50؟ ده انا يا كابتن مسلمك 1000 جنيه. الخواجه الليله معاها اولوفات. اولوفات يا كابتن؟ عددهم قدامي. انا الليله دي هخلص عليه واعلقهم مني. عسل. ما تزفرش ايدك انت وسيبهولي. والنص بالنص. لا يا حدق. انا جايه مخصوص انبه عليك. الخواجه ده ستة ده لوحدي. انت راجع هتذكرهولي وانا هتصرف معاه. كله ماشي. تعال. كده يا كابتن. ماشي. نعم. صوتك لو عالي هتبقى انت اللي موتيه. الواد فين؟ في الحفظ والصون تحت السكينة عند عمه. حرام عليك، ده انا روحي فيه، ده هو الدنيا والاخرة. كان لازم اتخطف عشان اعرف ازاي انتقم منك. خطفته امتى؟ ودته فين؟ اكسه ولا سايبه جعان؟ ابوس رجلك الواد عيان، ابوس رجلك يا عباس. من هنا ورايح مش رجلي وبس، لا هتبقي خدامة جزمتي. وتحت امرك في اي حاجه تقولها. لو عايز فلوس اجيب لك، لو طلبت فص عليا هديها لك. ابوس ايدك يا عباس، رجع لي ابني ده عيان. ابوس ايدك يا عباس، ابني عيان. رواقي الاناني هتشوفيه، او انت اللي بايدك هتموتيه. يعني كدب ملاوعه تجيب سيره لحد البوليس يشم خبر. على رقبتي يا عباس، على رقبتي. بس ابوس ايدك، رجع لي ابني يا عباس. حرام عليك ده عيان. ابوس ايدك، ابوس ايدك، رجع لي ابني. انا في عرضك يا عباس. اهدي اهدي، معلش اهدي. ما انت عارفاني قلب حنين، وعشان كده انا مستعد اسلمهولك الليله وتسلمين الخواجه اللي جاي لك وشايل متقلات. خواجه ليه؟ هتعمل في ايه؟ هجوز امي. انا فاهم اللعبه اللي بتلعبيها انت ومنصور، لكن مش هتكمل، مش هتتم، وانا اللي هقش. تسلمين الخواجه اسلمك ابني. ها قلتي؟ كله ماشي، كله ماشي، كله ماشي. أيوه. فين منصور؟ منصور، منصور خرج ولم يعد. سودة. ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا تراجع؟ مش عارفه، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه يا ربي دلوقتي؟ اعمل ايه؟ في ايه؟ فهميني بس. اعمل ايه يا ربي؟ في ايه؟ قولي لي. مالك؟ مصيبه، مصيبه، كله ماشي. انا ماليش علاقه بانا وانت دلوقتي. مش عارفه اعمل ايه. بس يا حبيبتي، مش عارفه اعمل ايه. هدي نفسك، هدي نفسك، هدي نفسك وقولي لي على ايه اللي حصل. تعالي انا كمان عايزك في كلمتين. مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه، دمرني يا كل ماشي. المختصر المفيد دلوقتي إنك تسلمي لهم الخواجة. إزاي بس؟ ده برضه بني آدم. إزاي أشترك في قتل بني آدم؟ إزاي؟ في حاجات كتير مفيش وقت علشان أفهمها لك. المهم دلوقتي إنك تعملي اللي أقول لك عليه وبس. أنا جدعانة مني هنضحوا بفلوسي ويطبعوا غيرها. وأنا هسلمك تراجي.
تاخد منها حقك ومستحق. طب ومنصور هيسكت لكم؟ انا لازم البسه الاساور الميري واخلي مزيكه البوليس تزف. عباس الخواجه وصل ورايح على خمسه باب. طب اقطروا انت على هناك لحسن البت تراجي تلعب بديلها. اجري خف وانت تعال معايا. معايا بقى كاليميرا معلم كلياكو بتاعتينا فنصل. كل مسكت فلوس كل مسكت فلوس ان شاء الله ما خدني خوس. اللي يحبونا ايفا ايفا، اللي يكرهونا بومبا بومبا. اللي يحبونا ايفا ايفا، يكرهونا بومبا 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 بومبا. ايفا 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 بومبا 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 ايفا ايفا. انت كنت فين كل ده؟ لكن انا رجعت ومعايا برادس فلوس كتير. يا ريتك ما كنت وايد تكسبهم. ان شاء الله. ادويني انت على سنه تقول كده كله ماسي. اديني بنوره في سخه الخنان. لا انا مش عايزك تشرب النهارده، ويا ريت تروح من هنا خالص. لا 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 انا سكران نيله واخلي الليله منايل بنيله. كله ماسي بنوره كله ماسي. بقول لك ايه كابتن عباس مستنيكي، ما تلعبيش بديلك، السكينه على رقبه الواد. كله ماشي. فين بنوره؟ كله ماشي. بنوره يا اخوات اتصرفي اتصرفي. انا اسربته سافا سافا في سخه الانا. كلياكو انت عندك عيال؟ عيال منين حبيبي وانا خناين؟ لو كنت جربت الدم كنت عملت اللي انا هعمله. انت فاخد انا ورايح فين؟ ما تخافش عندنا اصحابي حنينين قوي. خناين كموا؟ ايوه انا خد خناين. طيب بس تعال انا بتاع الخنان. طيب تعال نفتح. يا سمريكا يا سمخالي يا سمريكا، انا كرياكو بتاع واخي خنان. اخلن بالزبون. هما دول بتوع واخي خنان؟ اعذرني يا كرياكو الضنا غالي. ايه بالفلوس اللي معاك يا عسل؟ لا 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 حبيبي، عملت واخد معروف. عملت واخد معروف حبيبي، انت اخد فلوس، انا بتاع خنان. انا استاذن اروح عشان انا خناين، انا احب اروح ابقى خناين. تراوخ تبقى خناين عشان تبلغ عني؟ كتف فوق. انا مش ابلغ كتف فوق حبيبي، مش كتف انا خناين. نفسك في ايه قبل ما يذبحوك؟ يا سويس يا بتاع بوليس انت تخرس خالص. ايه الماما بتاع الانا اتشاد على روحك بالجريجي؟ لا احنا ما اتفقناش على الاكل. فين ابني؟ المعلم خنزير اشتراه وانت هتسافري معاه. احنا ما اتفقناش على كده يا عباس. فين عزيزي عباس؟ فين ابني عباس؟ مش هتشوفيه غير في اسكندريه. ده انت اللي لا هتشوف ولا توعى. خلاص ما نسمع لك الصوت. لا بقى ده انا صرخ والم عليك الدنيا. خلص عليها يا عباس لا تفضحنا. مش هتلحق. فين ابني يا عباس؟ كلها غزة. فين ابني يا عباس؟ لا ما تبقاش بقى. ايه ده؟ انت ايه؟ انا الرازل العسل. تاج راسي. صور. تعال تعال ما اقولكش. طب انا هخلص عليك وعلى اللي جابوك. منصور منصور يا حبيبي منصور. تراجي. ايوه منصور. يلا نجري. ¶¶
خش علي علي تعالالي يا عسل تعالالي يا عسل توبت يا عسل ده كده بقت عسل قوي أهم. محلك انت وهو اللي هيتحرك هيتضرب بالنار بريء والله يا سعادة البيه وشرفك مظلوم يا سعادة البيه ده هو السبب منصور هو السبب تمام يا سعادة البيه الفلوس اللي بلغت سعادتك عليها هتلاقيها في جيبه يا فندم خطفوا ابني يا سعادة البيه ابوس ايدك يا سعادة البيه رجع لي ابني رجع لي ابني ابوس ايدك ما تخافيش على ابنك يا تراجي اهو كده يبقى كله ماشي عزيز يا حبيب قلبي يا ضنايا وحشني قوي يا ماما انت وحشني اكتر يا علي اما فين السواق يا ماما السواق تمام يا باشا وما حدش غير قطه مرحوم امي وما هيتي كونستابل ينفع باشا ماشي كله ماشي